السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الصف الخامس ابتدائي. معنا ورك بوك بيج 3، ورك بوك صفحة 3. أول سؤال: ريد أند سيركل، اقرأ وضع دائرة. السؤال الأول محلول، بيقول لي when I leave the school، عندما أغادر المدرسة. I will study scans at university. What not at university؟ نقول له كده what will you study؟ بسأل طالما في سؤال بوات، يبقى من هجيب ويل بعد وات، ما اقولش يو بعد وات، استحالة يو تيجي بعد وات، خلاص؟ يبقى يو مستحيل تيجي بعد اسم الاستفهام، يبقى لازم على طول يجي فعل مساعد الأول ويل، فعل مساعد وبمضى الفيرب، بعد كده الفاعل يو، بعد كده الفعل، يبقى ناخد ويل يو ستادي. بقول له ماذا سوف أنت تدرس في الجامعة؟ نوت be a doctor and work in a hospital. عايز اقول له I would like to be a doctor and work in a hospital. I would like to يجي بعديها be. ما ينفعش اقول له I would like be. I would like لازم يكون في وراه اما يكون الفعل منتهي ب ing، اما يجي وراها to، ماشي، إما يجي وراها اسم noun، زي مثلا إيه I would like مثلا إيه an apple، بحب التفاح. I would like a doctor، بحب الدكتور، خلاص. يبقى أنا خدت هنا I would like to، لأن to لازم يجي بعديها بي، مينفعش I would، مينفعش like يجي بعديها بي، ولا ينفع like يجي بعديها بي. طيب what not to be، ينفع يو تيجي بعد وات؟ قلنا في السؤال رقم بي ما ينفعش، ونفس الحكاية يو ما ينفعش تيجي بعد وات. هقول what would you like to be، ماذا سوف تحب أنت أن تكون. could you، الفعل ده طلب، بطلب من واحد طلب، أقول له could you open، اللي قلنا الفعل في المصدر، ده مش فعل في المصدر لأن بيسبقه تو، ولا ده فعل في المصدر لأن من تايب اي ان جي، ده فعل في المصدر. Shall must will you help me with my homework please؟ عايز اقول له ممكن تساعدني مع واجبي من فضلك. اقول له ايه؟ shall you ولا must you؟ لا اقول له will you help me، احنا خدناها في الدرس. السؤال الثاني بيقول لي spell، spell يعني تهجأ الكلمات. هو عامل لي spelling الاولى university، يونيفرستي ما اصلها يو ولا اصلها ار. هنكمل بقية الكلمات. يا ترى دوت ايه يا ولاد؟ كوت، كوت يعني بلطو، يبقى ما اصلها او اي كوت. طب دي معناها ايه؟ هيفي، هيفي يعني ثقيل، ما اصلها اي ونايس اي. طيب كندا دي اسم البلد، ناس لها كا اي نا اي دا، ناس لها اي في الاخر. نشوف السؤال الثالث combine، بيقول لي ادمج، بيقول لي هنا change to the past simple، غير الى الماضي البسيط. add اي دي او اي اي دي، هنضيف اما دي اما اي اي دي او اما اي دي. طيب الفعل عندي يا ولاد كاري، عشان اجيب منه الماي، الفعل ده منتهي بواي، الفعل المنتهي بواي قبله حرف ساكن، قبله حرف متحرك، بنحذف الواي وهضيف اي، خلاص احذف الواي واحط مكانها اي، وبعد كده احط مين الاي دي. طيب عندي الفعل هاري، نفس الحكايه، ده فعل منتهي بواي قبليه حرف ساكن قبليه متحرك، هعمل ايه؟ هكتب اول حروف عادي لحد الار، هحذف الواي واحولها لمين؟ اي، واروح كاتب الاي دي هيرد، نفس الحكايه، فعل منتهي بواي استطيع ان يدرس قبليه حرف ساكن قبليه متحرك، هعمل ايه؟ هكتب الكلمه لحد حرف الدي واحذف الواي اخليها حرف مين؟ اي، واحط الاي دي. نفس الحكاية،
دي منتهية بواي قبلها متحرك. في الحالة اللي زي دي هضيف ايدي على طول stayed. طب بلاي برضه منتهية بواي قبلها حرف متحرك، هضيف ايدي على طول تبقى played. دي منتهية بواي قبلها حرف ساكن قبلها متحرك، هنا بنحذف الواي بنخليها اي واحط الاي دي، احط الاي دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.